العودة إلى ليفاندوفسكي. دقيقة أخيرة على نهاية الشوط الأول. محاولة باتجاه ليفا مرة أخرى. ليفا بلمسة في وسط الميدان، روبرتو حاولة خطيرة إلى جافي، جافي على اليسار عند بالدي، خطيرة لبرشلونة، عرضية وكرة وفرصة. يا إلهي لازالت خطيرة. لمن هذه الكرة؟ لمن؟ فيني على المحاولة مدريدية، فيني بنزيما. يا إلهي مرنجي جميل. أي مرتدة يا مدريد، أي مرتدة يا مدريد. سلاحهم، قوتهم، سطوتهم، خطورتهم، المرتدات، التحولات من الدفاع إلى الهجوم، الاندفاع نحو الهجوم، نحو المرمى، نحو الهدف، نحو تأكيد العودة. الكرة كانت لبنزيما، رودريجو يا جماعة، رودريجو، فيني حطم، والكرة بعد ذلك إلى الشباك. سجل مدريد من هدفة مرتدة بعد أن ضيع برشلونة هدفا محققا. يا لكرة القدم وحلاوتها وقسوتها وروعتها. بعد أن كان هدف لبرشلونة تحول على النقيض تماما، واختارت أن تكون بيضاء في هذه اللقطة لمدريد اللي استغل الهفوة البرشلونية بعد أن تركوا مساحات كبيرة والشوارع فارغة، وتركوا بنزيما وفيني ورودريجو ليصرخ مدريد في الكامب نو، ويسجل فيني الهدف الأول في هذه الموقعة بعد أن ضيعتم هذه الفرصة يا جافي، الفرصة اللي كانت خطيرة على وقع هذه الإثارة في نهاية الشوط الأول، على وقع الهدف المتأخر لريال مدريد. ستكون الإثارة أكبر في الفترة. لرودريجو انتظار مساندة أكبر، حلوة التمريرة ليلوكا، مودريتش عرضية خطيرة أمام الجميع، مرت بمنتهى الروعة يا جماعة مودريتش. العودة بعد ذلك على اليسار، تبقى لمصعة فينيسيوس، فيني يبحث عن الحلول، يحافظ على الكرة وصافرة وركلة جزاء. نعم ركلة جزاء لريال مدريد. يا له من سيناريو، فينيسيوس جونيور يحصل على ركلة جزائية، يجعل ريال مدريد قريب من ثلاثية نظيفة في كامب نو. يا له من سيطر على شباك الخصوم. بنزيما أمام تير شتيغن، بنزيما الثالث يا مدريد، بنزيما من علامة الجزاء كريم يسجل ثلاثية لمدريد في مرمى برشلونة، الهدف الثالث لريال مدريد. سبحان مغير الأحوال، شوط ثاني مدريدي بالكامل بروعة كبيرة بعد أن كان البرسا عنده كورة وسيطرة في الحصة الأولى،
العبرة في الخواتيم بعد ذلك. مدريد يركب نصف النهائي ويضرب موعدا تقريبا مع أوساسونا بعد أن سجل هدفا ثالثا في مرمى برشلونة في كامب نو. من قال أنه من السهل أن تهزم كارلو أنشيلوتي في هذه المباراة الرابعة على التوالي أمام تشافي هرنانديز؟ يصوم في رمضان كريم، يصوم ويفطر على مرمى الخصوم. هنا في الكلاسيكو يظهر دائما شخصيته خصوم هنا في الكلاسيكو يظهر دائما شخصيته بنزيما يواصل تألقه بعد هاتريك في مبارينجا بلمسة إلى فينيسيوس. يفعلون ما يريدون في شوط المباراة الثانية المدريدية، والفرصة للرباعية. فيني مع أسنسيو حتى لبنزيما، هاتريك يا كريم يا كبير، بنزيما هاتريك في الكامب نو. ليلة للتاريخ، ليلة للتاريخ يا بنزيما. 4 مدريد لا شيء برشلونة، هاتريك لبنزيما. بنزيما وليالي رمضان، بنزيما وليالي رمضان اللي يمتع فيها ويبدع فيها هاتريك في مباراة بلد الوليد، والليلة حتى ضد برشلونة في الكامب نو. فيني يا جماعة، فيني فينيسيوس إلى بنزيما اللي يسجل الهاتريك في مباراة الليلة. يقود مدريد، هيا بنا إلى النهائي، يقول لمدريد هيا بنا إلى النهائي. بعد هذا العرض المثير والمستوى الكبير، كثير هذا يا كريم، كثير هذا يا كريم. بنزيما يسجل الرباعية لمصلحة المرينجي، مرينجي جميل وفوق العادة. شوط ثاني يلعب بأعصاب جماهير برشلونة ويتلاعب بمدافعي برشلونة لتكون ليلة ملكية في هذه الأمسية، رغم أنها تلعب أمام 90 أو أكثر، 90 ألف مشجع لبرشلونة في مباراة الليلة. انهار برشلونة.